بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن معلومة جديدة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فطرة الله الذي فطر الناس عليها. يؤكد العلماء أن الدماغ مبرمج على الفطرة السليمة وهي القرآن. طبعا القرآن يعيد برمجة خلايا الدماغ. إن خالق المرض هو خالق الإنسان، ولذلك فإن الله تعالى أودع في الآيات كتابة معلومات خفية لا ندركها، ولكنها تؤثر على المرض مهما كان نوعه وتزيله بإذن الله تعالى، وذلك من خلال إعادة التوازن إلى خلايا الجسم التي أصابها الخلل. كما قلنا في السابق أن المرض هو عبارة عن خلل محدد يصيب برنامج الخلية، وذلك حسب نوع المرض، والله أعلم.